كانش كيتمنى انها تكون انه اللاعب يخرج وبالتالي كان ما كيفكرش. هذه محاوله خطيره 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 والضربه الراسيه والهدف هدف في الدقيقه 85 كما اشرت انه هذه العشر دقائق ستكون لا محاله فيها شيء مغاير لما شهدته المقابله ديال النهضه البركانيه واولمبيك انسفي. ضربه راسيه مركزه تعطي الهدف. تخلي على العشير كقلب هجوم والارجاع ديالو للطرف الايمن واستعمال تراوري كقلب هجوم قلت لي غادي يجيب الجديد بالنسبه لنا. وحتى التمريره كانت تمريره جيده اللي نشاهدوها والضربه الراسيه المركزه اللي كانت في الجهه اليمنى ديال الحارس حمودي وكان صعيب عليه انه هاد الكره يمكن يتمكن منها وبالتالي ياتي الهدف. لو كان مهاجم صريح من الاول فكانت على نهضه سبركان ان تسجل في الجوله الاولى. والهدف اللي سجله اللاعب الاحتياطي اللي دخل لاعب تراوري نشاهده مره اخرى كيف انه كان هناك الارتقاء ديال اللاعب واللي تمكن من خلاله انه يسجل الهدف لصالح فريق النهضه البركانيه. هدف ياتي هدف قاتل قاتل في كنظن انه الان حقيقه بقى اربع دقائق ولكن من الصعب بعض الاحيان انه اللاعب المغربي دائما يؤمن ان المقابله تحسم في لحظاتها الاخيره. اي هدف ياتي في هذه اللحظه وصوره جميله صوره جميله ديال الجماهير ديال نادي البركان خصوصا العنصر النسوي اللي كيتابع المقابله هنا بمدينه بركان. الكره مره اخرى عند اللاعب ياسين رامي عند لاعب لوسيانو سيكون اول تغيير. هل كان محق العامري في التاخر في التغيير ام لا؟ وهذه محاوله وخروج الحارس حمودي اللي كيتمكن الكره لكن الحكم قبل ذلك كان قد اعلن عن خطا لصالح فريق اولمبيك اسفي. اذا ما ربحه فريق اولمبيك اسفي حتى الان هو خاسر في حتى الان على بعد ثلاث دقائق من نهايه الوقت القانوني وربما هذا الهدف كيعطي حماس ايضا لفريق النهضه البركانيه. النهضه البركانيه محاوله من الجهه اليمنى بوسط سعيده خطيره ونجاح الحارس حمودي وايضا المدافعين. كانت محاوله لكن تالق الدفاع ديال فريق اولمبيك اسفي في ابعاد هذه الكره واللاعب النملي سيدخل في هذه اللحظات. النملي اول تغيير وكان تغيير اضطراري للمدرب السيد العامري اي خروج اللاعب اللمطي اللي تصاب ودخول اللاعب النملي. اذا شاهدوا كيف ان اللاعبين كان تالق ديال الحارس حمودي كان ايضا تالق ديال الدفاع ديال فريق اولمبيك اسفي في صد هذه الكره التي كانت ستعطي هدفا ثانيا للفريق المحلي فريق النهضه البركانيه. النملي كيدخل بدون حماسه لانه ربما يؤمن اللاعب المغربي يؤمن بانه ثلاث دقائق غير كافيه لي وحتى في بعض الاحيان انه ثلاث دقائق تحسب لا اكثر تحسب عليه اكثر ما تحسب له.